بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل الكلام عن آخر كوانتم نمبر اللي هو MS، وهو اسمه spin quantum number. spin يعني مغزلي، quantum كم، number يعني رقم، رقم الكم المغزلي. أي إلكترون هو عبارة عن جسم مشحون بيدور حوالين نفسه أثناء دورانه حوالين النيوكليوس، زي ما الأرض بتدور حوالين نفسها أثناء دورانها حوالين الشمس، تمام؟ فأي جسم مشحون لما بيدور حوالين نفسه بيبقى عامل زي المجنت، زي المغناطيس، وبيولد مجال مغناطيسي، تمام؟ فأي إلكترون له نوعين من الدوران، بيدور حوالين نفسه مع اتجاه عقارب الساعة، أو بيدور حوالين نفسه عكس اتجاه عقارب الساعة، تمام؟ حركة الجسم الدورانية حوالين نفسها بيسموها حركة مغزل، spin، تمام؟ فال MS ال spin quantum number بتاعت الإلكترون لو كان بيدور clockwise، لو كان بيدور مع اتجاه عقارب الساعة، بتاخد value، بتاخد قيمة هي plus half، موجب نص. لو كان الإلكترون بيدور anti clockwise، بنرمز له برمز down arrow كده، سهم لتحت، ونديله value هي minus half، سالب نص، تمام؟ يبقى الام اس بتاعتنا يا اما بلس هاف يا اما ماينس هاف. بلس هاف لو بيدور كلوك وايز، ماينس هاف لو بيدور انتي كلوك وايز، عكس عقارب الساعة، تمام؟ طيب احنا قلنا ان كل اوربيتال موجود فيه ماكسيمم 2 الكترون، صح؟ الاثنين الكترونز دول الاثنين عندهم شحنة سالبة، تمام؟ عشان يكونوا موجودين في نفس الاوربيتال، فواحد فيهم بيكون له ام اس بلس هاف، والتاني ام اس ماينس هاف. واحد بيكون السبين بتاعه كلوك وايز، والتاني السبين بتاعه انتي كلوك وايز. فلما بيحصل كده بيقل نسبه التنافر ما بينهم، وبيقدروا يكونوا موجودين في نفس الاوربيتال، تمام؟ يبقى احنا عندنا 3 بوسيبيليتيز، 3 احتمالات لوجود الالكترونات داخل الاوربيتال، تمام؟ يا اما الاوربيتال بتاعنا يكون امبتي، فاضي، ما فيهوش ولا الكترون، لان احنا اعتبرنا ان الاوربيتالز دي عامله زي غرف، فالغرف موجودة موجودة، يا إما يكون فيها إلكترونات أو ما فيهاش. إذا كانت فاضية يبقى empty orbital، orbital فاضي. إذا كان فيها إلكترون واحد بس بنسميها half filled orbital، orbital مليان نصه. إذا كان فيها two electrons فبنرمز لواحد بسهم بنصف رأس كده، السهم الأعلى، والتاني سهم بنصف رأس الأسفل، عشان نبين إن السبين بتاعهم متعاكس، تمام؟ ان ده بلس هاف ام اس وده ماينس هاف ام اس، وده يبقى اوربيتال مليان تماما بالالكترونات، ما يقدرش يستحمل اكتر من اثنين، يبقى ده كومبليتلي فيلد اوربيتال، تمام؟ جواه ايه؟ جواه تو الكترونز هاف اوبوزيت سبينز، عنده اثنين الكترونات ليهم سبين متعاكسين، تمام؟ وبتسمى الحالة اللي فيها تو الكترونز دول جوه نفس الاوربيتال، وطبعا كل واحد فيهم له ام اس معاكسة للتاني، ده ms positive half وده ms minus half، بتسمى spin paired state، حالة اقتران دورانية أو حالة اقتران مغزلية، تمام؟ يبقى لما يكون عندنا ال orbital completely filled وفي اتنين electron بنسمي دي spin paired state. طبعا هنا رسم توضيحي، ادي electron بيدور حوالين نفسه clockwise في اتجاه عقارب الساعة، تمام؟ المجال الماجنتيك فيلد دايركشن بتاعه من الساوث للنورث، تمام؟ وادي الماجنتيك فيلد لاينز. التاني الالكترون التاني بيدور انتي كلوكوايز عكس عقارب الساعة، بيكون الاتجاه بتاع الماجنتيك فيلد بتاعه معاكس الى اسفل. سؤال بيقول give reason although بالرغم من the two electrons of the same orbitals carry the same negative charge، بالرغم من ان ال two electrons اللي جوه the same orbitals اللي جوه نفس ال orbital الاتنين عندهم negative charge، ده electron وده electron، تمام؟ they don't rebel with each other، ما بيتنافروش مع بعض. ليه؟ because the magnetic field arises from spinning of one electron is in a direction opposing مضاد to the direction of the other one، خلاص؟ يبقى المجال الماجنتيك فيلد
arises from the spinning of one electron، المجال المغناطيسي اللي بينشأ من دوران واحد من الإلكترونات، opposing the magnetic field arises from the other one. تمام؟ فده بيعمل إيه؟ That decreases the repulsive force between them. ده بيقلل قوة التنافر ما بينهم. المجال المغناطيسي المتعاكس بيقلل من قوة التنافر بتاعة الشحنات بتاعتهم، فبيقدروا يقعدوا هما الاثنين في نفس الأوربيتال. ده ملخص للي احنا كنا اتكلمنا فيه، إعادة عشان تكون الأمور واضحة بذهنكم إن شاء الله. هنا الـ Principal Energy Levels عاطين لها الرموز بتاعتها، K اللي هو كان قيمته بواحد، L 2، M اللي هي عند N بتساوي 3، تمام؟ وقلنا إن كده في الاتجاه ده بتزيد الانرجي، كل ما بنبعد عن النيوكليوس بتزيد الانرجي، فالام اعلى في الطاقة من ال اعلى من الكي، تمام؟ وقلنا ان الان فليها نمبرز بتوصفها، فواحد يعني كي، اتنين يعني ال، تلاتة يعني ام، وقلنا ان عندنا السب ليفلز اللي هي المستويات الفرعية اللي هي ال، وعرفنا ازاي بتتحسب وازاي بنديها السيمبلز بتاعتها، ازاي بنديها رموز، وقلنا ان المستوى الطاقة الاولاني اللي هو عند ان بتساوي 1 ما فيهوش غير 1S، التاني فيه 2S و2B، التالت فيه 3S 3B 3D وحسبناها بنفسنا، تمام؟ بعد كده قلنا ان كمان زي ما ال L ليها symbols كان ليها values، ال values دي هي اللي بتحدد نوع symbol اللي احنا هنحطه، فلما يكون ال value بتاعت ال L بتساوي 0 بياخد على طول رمز S، لما تكون ال value بتاعت L 0 او 1 يبقى S و B، لما يكون الفاليو بتاعت ال L 0 او 1 او 2 بتاخد الفاليوز رموز هي S و B و D، تمام؟ وقلنا ان عندنا جوه السب ليفلز دي في اوربيتالز، وقلنا عشان نعرف عدد الاوربيتالز بالقانون 2L بلس 1 يبقى لما L كانت بتساوي 0 يبقى 2 في 0 بلس 1 يبقى 1، يبقى جوه السب ليفل ده ما فيش غير اوربيتال واحد، جوه ال S دايما في اوربيتال واحد، جوه ال B في 3 اوربيتالز، جوه ال S اوربيتال واحد، جوه ال B في 3 اوربيتالز، جوه ال D دايما في 5 اوربيتالز. عرفنا حسبناهم ازاي من التيبل اللي فات، تمام؟ ده ملخص كله للي احنا لسه شارحينه. بعد كده ال number of electrons filling each sub level، عدد الالكترونات اللي بتملى كل sub level من ال sub levels اللي احنا طلعناهم. عارفين ان مثلا ال S sub level في 1 orbital، طالما في 1 orbital يبقى مش هياخد غير 2 electrons. ال B sub level فيها 3 orbitals، كل واحد بيستحمل 2 يبقى 3 في 2 في 6 orbitals. فنيجي في الليفل الاولاني اللي ما عندوش غير 1s sub level يبقى ما فيهوش غير 2 electrons، الليفل الثاني عنده 2s و2b يبقى هنا في 2 electrons، هنا في 6 electrons، يبقى كل الالكترونات 8 electrons، تمام؟ الليفل رقم 3 عنده 3s 3b 3d، يعني عنده الكترونين في 3s و6 موجودين في 3b و10 موجودين في 3d، يبقى كلهم كام؟ 2 زائد 6 زائد 10 ب 18، يبقى كل الالكترونات اللي هتكون موجوده في الليفل الثالث هي 18 الكترون، صح الكلام؟ تمام. طب انا لو عندي عنصر والعنصر ده موجود فيه 6 الكترونات، ازاي هوزع الالكترونات جوه السب ليفلز؟ ازاي هوزع الالكترونات جوه الاوربيتالز بتاعتي؟ انظمهم ازاي؟ تنظيم الالكترونات له قوانين، تمام؟ القوانين دي قوانين توزيع الالكترونات داخل الاوربيتالز، ثلاث قوانين: باولي اكسكلوشن برينسيبل، اوف باو او بيلدينج اب برينسيبل، وهونتس رول، هنتكلم عليهم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.